السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد اليوم. مقطعنا يا جماعه الخير، بعد ما سوينا مراجعه على التي 300 وجربناه في السباق والدريفت والهجوله وسوينا لكم انبوكسنج، فتحنا صندوق وريناكم محتوياته، راح نوريكم كيف نطور التي 300 من افضل الى الافضل. يعني راح نحوله من هو توب نخليه افضل وافضل. طبعا الشيء هذا اكتشفناه بعد فترة طويلة ولله الحمد، وقدرت أوفره هنا في السعودية بمتجري يوسفندي، وهذا الشيء نجح ولله الحمد. بعد استخدام سنة كاملة سوى أداء ما هو طبيعي بالنسبة لي. أنا ما عاد أقدر أني ألعب بدونه، هذا الشيء ما عاد أقدر ألعب بدونه، لأنه حسن القيادة وسهل القيادة وصار أفضل وطورني بشكل أفضل بكثير. الشيء هو هذا الأدابتر. وش هو الأدابتر يا يوسف؟ هذا هو الأدابتر، هذه القطعة الحديد. طبعا القطعة الحديد هذه يميزها اول شيء تركيبها. القطعة هذه اول شيء بالنسبة للتي 300 يميزها تركيبها سهل مرة. وش ميزة القطعة هذه؟ القطعة هذه تسمح لك انك تركب طارات درفت مقاس اكبر من الطارة حق التي 300. يعني عندك زي كذا الان الطارة هذه راكب عليها الادابتر، تشوفون الادابتر القطعة اللي قبل شيء ركبت عليها الطارة هذه اللي راح نجربها في المقطع بعد شوي. راح ناخذ رن درفت بالطاره حق التي 300، بعدها نركب الطاره مع الادابتر ونشوف الفرق في الدريفت كيف فرق معي الطاره الكبيره فرقت معي على الطاره الصغيره. وفيزيائيا فلسفه فيزيائيه بالنسبه للدوافير، ان في حال صارت الطاره اكبر، ما ادري ايش يسمونها المرحله هذه في الفيزياء، يصير تسارع اكثر، يعني تصير الطاره تحركاتها اسرع. في حال كانت الطاره صغيره الطاره تصير بطيئه في الحركه شوي وصعوبة في التنقل من الترانزيشن إلى الترانزيشن الثاني. لكن يعني بصراحة لاحظت هذا الشيء وأنا دائما أستمتع فيه أكثر. ألاحظ إني في السباقات أحب أركب الطارة الأصغر، يصير تحكمي أفضل ولا أعرف السبب إلى الآن. لكن اليوم راح نجرب الدريفت وممكن الهجولة، نشوف الفرق بين الطارة الصغيرة والطارة الكبيرة. أفضل في الدريفت دائما إني ألعب تندة، يسهل علي التاندوم. ما شاء الله تبارك الله السيرفر مليان. يلا نبدأ ناخذ رن كامل. دقيق خلنا نوزن، ان السيارة دي اول مرة اسوقها بصراحة. ناخذ رن كامل طارة الوكالة حق التي 300. السيارة بدون اي وزنية، نفس وزنية اللي لعبنا فيها امس، كل شيء 100، ما غيرت شيء يا عمري. اللي عليكم في المقطع هذا زي اي مقطع تناظر فقط تحركات الطارة، ما عليكم من سواقتي، شوف الطارة كيف قاعد تتحرك معي. خل نروح نتندم وراهم نستمتع شوي، نغير المجال اللعب، نقلب تاندم معهم. يلا ها مين الكينج اللي يمسك فيني ليد؟ اوه شوف القطار اللي قدام، خلنا نلحقهم خلنا نلحقهم، شوف القطار، خلنا نستمتع معهم. خلي المراجعة شوي على جنب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بدأ يخبصون قدام شوي لكن حنا وضعنا تمام معهم. يا عمري يا عمري يا عمري، لا 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 خبصونا خبصونا كبونا معهم. شفنا الطارة الآن حق الوكالة كيف. طيب نروح البيت عشان نركب الطارة. ما يحتاج تقفل اللعبة، ما يحتاج تسوي شيء، بس اللي عليك ترخي المسمار إذا أنت شاد المسمار اللي ورا، لكن أنا ماني بشاد أذكر إيه. تفك القطعة اللي ورا هذه حق التي 300، ترخيها 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 لين يصير يمديك تطلع التي 300. شوف الحين أنا فكيته، تذكر ان الطارة كانت سيدة. الان الطارة جاهزة مركبها انا بالادابتر، تركيب سهل. طبق شد شد القطعة اللي ورا، اي تمسك اي خلاص امسك شدها. شدنا القطعة اللي ورا. طبعا المفترض انك تشد المسمار اللي في البلاستيك اللي ورا، بس انا ما ابغى اشده لاني ابغى افك واركب كل شوي، فابغى سهل علي عملية الفك والتركيب. يلا الان ركبنا الطاره مع الادابتر، نشوف الفرق كيف بالتي 300.
يلا نبدأ الطريق فاضي لنا. شوف شوف ردة فعل الطارة كيف صارت، تشقلب معي وتفلت معي على قولة الزقرت. يا عمري الموتر ميت، الموتر ميت مرة. صدقني في حال ركبت طارة ودابتر ما راح ترجع لطارة الوكالة أبد، لأن الشعور اللي راح تعيشه شعور جميل، خصوصا إنك إذا ركبت طارة بنفس مقاس سيارات الوكالة. طبعا المقاس حق الوكالة دايم على حسب سيارة، سيارة من سيارة تختلف، بس أنا زي الجينيسيس حقي الكوبيه مقاسها 14 إنش، تلقاه في المتجر عندي تلقى مكتوب المقاس 14 إنش، هذا هو نفس مقاس الطارة اللي معي حاليا، اللي أنا برضه أبيع الطارة والأدابتر كله متجر عندي وكله فيها شحن داخل السعودية وخارج السعودية وين ما تكون نشحلك، ما عدا أعيد وأكرر المناطق اللي ممنوعة من السعودية، يعني السعودية مانعتنا نشحلها فما راح يمديك تشتري أصلا من المتجر. وراي واحد قاعد يتندم، الله يعذرني يا صديقي بس الموتر اللي معي شوي ثقيل فبتعبك معي. مش رايك تروح قدامي؟ روح قدامي، روح قدامي، خلنا تندم وراك، خلنا تندم وراك. يا ساتر يا ساتر، معليش بس عشان التصوير ما ابغى اصير الليد عليك. يا عمري يا عمري يا عيال، الدريفت عشق مو طبيعي. فاز علي فاز علي. طيب شفت الفرق كيف صار واضح معكم شلون الطارة كانت حلوة صارت أحلى كذا، يعني عرفت اللي صارت أجمل بكثير، وعادي تقدر ترجع طارتك الوكالة بسهولة بس مجرد أنك ترخي البلاستيك اللي ورا هذه بدون ما تقفل اللعبة حتى. وي وي، يعني ودي أني أحسب الثواني اللي سويتها، بس رجع طارتي الصغيرة حق الوكالة. ها ولا شيء بالخاطر، ودخلنا البيت يا زميل عشان نروح نجرب الهجوة للعيون الزقرت، يلا يستاهلوا. شيري الله يرحم والدينك، تكفين يعني ارميك السماء خلاص. يلا قدي هنا طيب. الحين يا جماعة الخير نبدأ نجرب الهجولة، بنبدأ أول شيء نجرب الدفع الأمامي بالتي 300 طارة الوكالة الصغيرة، خلنا نشغل التيرو بس خلنا نطير. بعدها راح نفك الطارة ونركب الأدابتر عشان تشوفون الفرق. أوف أنا كأني أقلعت، دقيقة دقيقة، هد 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 اللعب، هد اللعب يا زميلي. يا عمري يا ساتر يا الثالث، مطب مطب مطب. ولا 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 خلاص فك الطارة، فك الطارة ما يحتاج، زي ما قلت لك انت على الشدة تقدر تفك الطارة، الحين تقدر تفكها على الشدة ما يحتاج تخرب ولا تسوي اي شيء. وانت اسلم، رحت البت بالغلط، ضغط زر البت خلاص، فدا فدا. ركب الطارة حقتك وشد يا زميلي، بس والله كنت ابيها وانا شاد. يلا عوافي. الحين ناخذ شوط بالطارة والادابتر. يلا 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 شيء هو. شوفوا تلاحظون انا ما ادري قاعد الاحظه بيدي، ما ادري اذا لاح واضح في الفيديو ولا لا، بس الاحظ الطاره او التحكم صار خفيف، الطاره صارت سريعه ما هو زي اول ثقيله. شوف الحين يعني تحس ان الموتور الجهاز نفسه صار ماخذ راحته،
يعني ما يحس في حمل عليه، لا 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 بالعكس قاعد يعطيك أداء بالكامل. تلاحظون طارة صارت خفيفة 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 مرة، يعني تحكمي صار سريع. أعطونا شوط بالله بجامد. يا عمري يا ساتر أبرم. ما شاء الله عليه. يلا الحين نروح نجرب، الحين بنروح نجرب الدفع الخلفي بطارة الوكالة والأدابتر. زي ما قلت التركيب جدا ايزي، بس خليه يسوي لود على ما نركب الطارة. فك ركب ولا شيء بالخاطر، كله ايزي. طبعا في شيء ثاني خليني افضل الطاره هذه بالسباقات، اللي هو اصلا الطاره فيها التعشيقات اللي ورا، فعشان كذا احب اركب الطاره الصغيره بعد، لان في سيارات ما تشتغل قر عادي وانتم عارفين ذا الشيء. يلا نقول بسم الله نبدا نجرب الاكورد. يا ساتر يا ساتر. ودي ارجع للدريفت والله بصراحه، كنت متحمس على التاندم اكثر. نرجع تاندم ولا شيء بالخاطر. الحين دفع خلفي. ها دقيقة دقيقة، لحظة لحظة لحظة. يا عمري يا ساتر. الكور ثقيلة شوي، ثقيلة تحس راس يا راس يا رساوة مجنونة. بعد اللوحة ها؟ لا في مطب. دقيقة بعد المطب بعد المطب بعد المطب. شيل. ووو تكفى صب. دقيقة لا راح ارجع الشارع. يلا بعد الطلعة ذي نبدأ نمزع به شوط. يا ساتر والله اني طاير مرة. يو لفطت 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 لفطت. العكس انكسر حق الموتر الظاهر الظاهر، لاني اشوف السيارة ما عاد تمشي سيد. ايه انكسر العكس او انكسر الكفر. افا افا علي افا يوسف والله قاعد تخبع. بس عموما انا واك تبين معك بس حركة الطارة. خلوني افكها، خلني اركب الادابتر ان شاء الله اني ما اضغط البت بالغلط مرة ثانية. شيري لا شيري نطت على الكيبورد. افا تكمل في مين والله صعبة. تقروشت والله. عندي مشكلتين، مشكلة شيري نطت على الكيبورد. معليش كان لازم ارمي عليها شيء عشان تبعد على الكيبورد. طيب الحين اوه معليش فهيت عشك ساس. يلا بعد المطب. يا عمري يا ساتر. تلاحظون الدركسون صار سريع معي، تو كان احس الموتر ثقيل. لاحظوا ان الطاره والادابتر خففت لي الدركسون. يا عمري يو صار التحكم اسهل. انا هذا اللي انا اقصده، التحكم يصير اسهل صدقني. بتقول انا كيف كنت اسوق اول صدق. يا عمري يا لولا يو خلاص انا بديت اتهور. انا احيانا اتهور بالفكات، فخلاص بس اتمنى ان الفرق صار واضح معكم وفهمتوني انا وش اقصد لكم. اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان المقطع عجبكم وافدتكم بهذه المراجعة السريعة على الادابتر.
اللي تركيبه سهل بالنسبة للتي 300 وهذا شيء جميل، وفي موجود منه لللوجيتك وقد شرحت له في مقطع سابق، لكن تركيبه أصعب من كذا بكثير، لكنه خيار أفضل في حال أنه ودك تطور. في حال ودك تطلب المنتج أبد حياك الله متجري، تحصل رابط المنتج تحت في أعلى التعليقات مع رابط الطارات، وأبد المتجر متجرك يا حبيبي، والشحن موجود داخل السعودية وخارج السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه نسيت، لا تنسى زر اللايك وسبسكرايب، ولا تنسى تكتب كومنت. سلام.